اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه طعم تاني كده وفيه روح تانيه. الملوخيه احنا عارفينها المصريه دي لا يعلى عليها، بالطشه بتاعتنا بالفراخ باللحمه حكايه. ولكن ملوخية ورقية من المطبخ الشامي سواء من الإخواننا السوريين أو اللبنانيين، يعني إيه ملوخية تتعمل ورق، تتعمل بالدجاج أو باللحم؟ أكيد دي مدرسة. فتعالوا تشوفوا هل هي إيه الفرق بين الاتنين، وهل في طريقة السوى مختلفة، وهل الملوخية لما تبقى ورقية مش هنعرف ناكلها؟ تعالوا نشوف الموضوع ده إن شاء الله، تفاصيل عمل الملوخية الورقية أو البيروتية باللبناني. هنعملها بالدجاج النهاردة ونشوف إزاي الطرق عملها بطريقة سهلة وبسيطة. عدل الاكله دي مع الدجاج رز بشعريه، انا بحبها كده. لما اتعمل معاها رز بشعريه باخد اجازه واقعد في البيت عشان اكل الاكله دي. معانا النهارده الجرجير. الجرجير مع البرجر اكيد يعالج انيميا، وسلطه البرجر من الحاجات المهمه، والبرجر مفيد جدا. فتعالوا نعمل سلطه الجرجير بالبرجر النهارده، واهم حاجه نشوف الجرجير بتاعنا اللطيف ده لما يتغسل قبل التقطيع، ونبدا نضيف له عصير الليمون مع زيت الزيتون. طيب تعالوا نعمل السلطة مع بعض. سلطة الجرجير بالبنجر، مقاديرها على الشاشة: ثوم طازة، عصير ليمون، زيت زيتون، حلو الكلام، والجرجير معانا والبنجر معانا جاهز. سريعا كده نعملها مع بعض السلطة الحلوة دي كده. نجيب طبق التقديم معانا ونرسم لوحة فنية زي ما هو يا غالي، والبنجر معانا كمان اهو. حابب تبص عليه حبيبي، مش حرمك من حاجه. حلو، السفره بتاعتي زي الفل. الجرجير معانا وطبق التقديم معانا. هنعمل الصلصه بتاعت السلطه كده على مخرجنا ما نشوف المقادير. زيت زيتون معانا اهوت، سوري، عصير ليمون، والمقادير على الشاشه: زيت زيتون، عصير ليمون، بنجر، جرجير، فص توم طازة. السلطة دي قيمتها الغذائية عالية جدا ومفيدة جدا. حلو؟ بنحط الفص التوم الحلو ده كده في قلب الصلصة دي. حلو؟ ده مطلوب. وبالمضرب بنضربهم كده زي الفل تمام. شوية الملح التمام، الصلصة دي تنزل على السلطة قبل التقديم مباشرة. حلو الكلام؟ بس ملح وفلفل، زيت زيتون، وعصير ليمون. لا خلي، لا خلي ما ينفعش مع الجرجير خالص ولا البنجر، هيسرق الطعم مننا. ناخد الجرجير الحلو بتاعنا ده كده. طبعا طبعا عينيا طبعا، الجرجير والبنجر حلو قوي للمناعة. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. جرجير بالشكل ده كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اول حاجه ننزل بقى الجرجير كده في قلب الطبق. الموضوع مختلف يا اختي المره دي، سلطه الجرجير بالبنجر مختلفه. ناخد البنجر الحلو بتاعنا ده كده، عشان كده اشتغلت فيه للاخر، لأن لونه بيخلي كل الدنيا بنجر. الله، أنا أحب آكل البنجر ده زي الجزر كده بعد ما يتسلق، والأطفال بيحبوه لأنه طبعًا بيلون شفايفهم والألوان بتاعته حلوة. وسلطة آمنة طبعًا مفيد جدًا اللي عنده فقر الدم والأنيميا. البنجر ده يعني حكايه، بس ليه مش عارف عند بتاع الخضار مش واخد حقه؟ اكتر حاجه البطاطس تلاقيها، والبنجر ده بنلاقيه عند بتاع الخضار يعني زي ما هو. انا بعرف الحاجات دي من الراجل بتاع الخضار على فكره، يقول لي البنجر يعني في ناس الاجانب بيحبوا ياخدوه يشتروه. شفت التقديم بتاع السلطه مختلف خالص.
ينزل بالصلصه دي دلوقتي على البنجر والجرجير قبل التقديم. سلطه فيها كل حاجه بتدور عليها، حديد، كالسيوم، الياف، مشاكل الامساك، كل ده. الصلصه بتاعتي جاهزه زي الفل. معانا مخرج شاطر شايف كل حاجه ازاي. خلصنا الشغل بتاعنا بفضل الله. تروقي مطبخك كده عشان السفره بتاعتك تبقى حلوه، وتقعدي في وسط ولادك، وتاكلي جوزك، وتاكلي ولادك، وتاكلي حماتك، وتسلم ايدك يا ماما. ايه السلطه الحلوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ مش لازم بتنجان مخلل، هي بصراحه تحب البتنجان المخلل الاكله دي. بتنجان مخلل اللي اتعمل بالثوم كده والفلفله الحلوه ويبقى سبايسي مع الاكله دي حكايه. حلو الكلام؟ قول لي كده الصوره حلوه مخرجنا؟ ايه رايك؟ نجري؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى بساطه سهوله مرونه. عملنا ملوخيه ورقيه او بيروتيه بالدجاج، عملناها على اصولها. عايزه تجودي وتبقى احسن مني، اعملي الفكره اللي بقول لك عليها دي كده، بصلايه تشويها بالقشره بتاعتها في قلب الفرن او على عين البوتاجاز، لقيتها اتشوت وبقت هريسه كده تضربيها، تقشريها وتضربيها في قلب الكبه، بقى عندك بوريه من البصل المشوي تضربيها في قلب الملوخيه زي ما عملت مع الفليفله الحلوه دي، تاكل صوابعك وراها. دي الملوخيه. معانا رز بالشعريه يتقدم بشكل تاني خالص لانه عدل الملوخيه مع الفراخ، وعملنا سلطه لطيفه وجميله بتفيد الكبار السن والاطفال. مطبخنا بساطة سهولة مرونة أقل تكلفة بنفس المكونات ولكن بشكل تاني وطعم تاني. رؤية فن إبداع بتشوفه كله مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.